رسول الله صلى الله عليه وآله قال في الحسن كما في البدء تكلمنا، قال إن ابني هذا سيدا وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. هل تكلم بهذا الأمر سرا أم علانية؟ علانية. سمعه القاصي والداني. كيف بمعاوية لم يسمع هذا؟ بالتأكيد قد سمع هذا الأمر. معاوية له دهاؤه الخاص ويعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا قال شيء تم. بقي في ذهنه الصلح، أراد أن يحقق مغنما بهذا الصلح. انظر إلى دهائه وشدة ذكائه. أنا راح أطرح لك هذا الطرح وأنت بعدها شوف كيف. الصلح بقي معلقا في ذهنه. ماذا يقدم قبال هذا الصلح؟ ليحصل المكسب. عسكر وأعلن الحرب وشكل جيشا قوامه 40,000 وقام خطب بالقوم وجعل النفير العام في بلاد الشام. الكل طاوعوا وأذعنوا لأمر معاوية بالعكس تماما من قضية الإمام الحسن مع جنده أو مع جيشه. ذاع هذا الأمر بالشام وفي العراق، يعني الفريقين تيقنا بحدوث الحرب. أصبحت الذهنية الإسلامية بشقيها معبأة بهذا الأمر، يعني لا بد من هنالك الحرب لأن معاوية سيسير بجيشه نحو الكوفة. كان صادقا في تعامله بالظاهر، جادا أم هازيا أو غير جاد؟ جاد. جواسيسه موجودون في المجتمع وفي عسكر الإمام الحسن عليه السلام. إذا نشبت الحرب لماذا هذه الدماء؟ ما هي الفائدة؟ الحسن سيصالح، يعني ماذا تجنون من الحسن؟ هذا مسلم وهذا مسلم، معاوية أكبر سنا، وهو نوى على الحرب وانتهت القضية. الذهنية تعبأت بهذا الشيء، وعند خصوصا عندما تقدم وواجه وحدثت بعض المواجهات في مسكن وغيرها، وهروب قادة من جيش الإمام وهروب عسكر كثير من جيش الإمام، يعني أصبحوا الحرب متيقنة. مع العلم أصبح هنالك هاجس عند العراقيين أو الكوفيين بأنهم يخسرون الحرب لا محال، لأنه هنالك تسرب في الجيش من خلال زعماء القبائل ومن خلال قادة الجيش. هنا ضرب ضربته. لو تجد خطابات معاوية أو رسالاته إلى الحسن عليه السلام كان يلح كثيرا على الصلح، راجعوه. كان دائما ما يطلب الصلح، وكان يغري الحسن سلام الله كأنما أعطني الخلافة وسأعيدها إليه، بس مجرد فقط أن نحفظ دماء المسلمين. بالتالي هو حصل على مكسب، كأنما أنا ضغطت. عندما يحدث الصلح لابد أن يحدث بأي شيء بما تريده القوة، يعني صاحب القوة الأكبر ظاهرا من كان؟ معاوية. والجهل التي فيها تزعزع والنفاق جهة جيش الإمام سلام الله عليه. فبالتالي عندما يعقد صلح يكون لصالح من؟ صالح المعاوية بالتأكيد، لأنه هو صاحب القوة. هذا دائما يقولون أن القرارات لصاحب القوة أو للمنتصر، حتى في الحروب الحديثة يقول القرار للقوة المنتصرة. أمريكا عندما احتلت العراق لمن كان القرار؟ لها، هي سنت الدستور وسنت بريمر من لفة لفة. طبعا وشيء آخر جدا مهم أيضا، الصلح يحيي بين فئتين. رسول الله صلى الله عليه وآله قال
الصلح بين الفئتين. إذا كان الحسن عليه ساء أحد طرفيها فبالتأكيد الطرف الآخر ما هو الخاطئ، يعني طرف على حق المتمثل بالحسن عليه السلام كأنه إمام مفترض الطاعة، والطرف الآخر هو صاحب الخطأ. لماذا، اجعل هذا في ذهنك، لماذا يقبل الحسن بالصلح وهو على صح؟ ما هي الأسباب؟ هذا الذي قلت أن معاوية صاحب دهاء وذكاء خارق الذي يجعل الحسن بأن يقبل للصلح. هنالك أشياء يجبر من خلالها الحسن عليه السلام على القبول بالصلح. يعني هنالك شيء يجبر الإمام الحسن على القبول بالصلح، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا لا أضغط بهذا الجانب وأجعل الإمام الحسن عليه السلام يقبل بالصلح؟ وما أريده سأناله.